طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون كابتن محمد حليم. ياه، خير بخير يا يا هاني مساء وعلى الفل على كابتن حضرتك، ربنا منورنا يخليك اكيد في اون سبوت. وحضرتك يكون كابتن عمر، ربنا يخليك يا رب. ازيك يا كابتن؟ احنا اكيد سعيده جدا بوجود حضرتك معانا يعني، وفرصه حلوه قوي تقول لنا بقى عن اهم الذكريات اللي بينك وبين كابتن عمرو كانت عامله ازاي. لا والله يا كابتن محمد ده كان رفيق الغرفه طبعا، طول سنوات تواجدنا مع بعض في حرس الحدود. عمرو كان معايا على طول في غرفه واحده وكنا على طول مع بعض، وعمرو كان كابتن الفرقه الثانيه، كابتن الفرقه بعديه على طول. فكان طبعا كانت عشره جميله في فريق افريقيا او في، وتواجدنا في المعسكرات على طول مع بعض، كانت ايام جميله جدا طبعا يعني. توجناها الحمد لله بثلاث بطولات لنادي حرس الحدود. كابتن محمد حليم، حضرتك كنت واحد من نجوم حرس الحدود اللي طبعا كان ليهم الشرف ان هم يرفعوا الكاس، وطبعا اللقاء ده برضو كان تحت قيادة كابتن طارق العشري. لو تفتكر كده معايا ذكريات وكواليس اليوم ده كان عامله ازاي؟ والله انا الماتش ده بالذات ما مش هنساه طبعا، لان انا كنت قبليه بحوالي 10 ايام كنت مصاب اصابه جامده في التمانه، ما كنتش بلعب حتى الماتش قبل النهائي. وكان الماتش اللي قبل النهائي كنا بنلعب الاسماعيلي، وكان اعتقد ساعتها النادي الاسماعيلي كان طلب حكام اجانب وجابوا حكم مشهور جدا طبعا لغايه دلوقتي بيحكم اسمه فيليكس بريش، كان حكم الماني، جابوه على اساس ان الاسماعيلي هيلعب الاهلي. فاحنا ربنا كرمنا وكسبنا الاسماعيلي ووصلنا للنهائي مع النادي الاهلي، فالحكم كان وصل مصر، فطبعا مش قادروا يرجعوه تاني، فهو اللي حكم المباراه النهائيه، الحكم الالماني. وكانت مباراه قويه، انا كنت مصاب بقالي 10 ايام ما كنتش بلعب خالص. كان دكتور حليم كامل كان اخصائي علاج طبيعي ساعتها، هو كان يمرني الصبح بعد الظهر، وكنا عملنا شغل كبير جدا، وكان الناس كلها مش متخيل ان انا هلعب المباراه ديت. فلعبت حتى الماتش امتد ل 120 دقيقه، ولعبت ال 120 دقيقه كلهم يعني. وكانت مباراه طبعا كانت يعني تتويج جميل لينا بنهائي كاس مصر مع النادي الاهلي. طبعا النادي استحضر جماهيريه كبيره، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز الحمد لله يعني. كنتوا دايما بتكونوا موجودين مع بعض في المعسكرات في نفس الاوضه، طب تفتكر يعني حوار حصل ما بينك وما بين كابتن عمرو في ليله اللقاء ده؟ لا والله احنا كلنا طبعا كنا مشدين طبعا احنا، بس يعني كنا عندنا ثقه في نفسنا جامده جدا، لان كان عندنا قبل كده بطوله كاس مصر، وكنا كاسبين النادي الاهلي برضو، كنا كاسبين النادي الاهلي في كاس السوبر. فاعتقد يعني كانت الفرقه كلها كان عندها ثقه كبيره جدا، وكان معانا فرقه كويسه جدا. وبرضه من ذكريات المباراه ديت يعني ما كانش معانا سرد باكات خالص يعني، كان كل السرد باكات مصابين عندنا. اليوم ده لعب كان اسلام رمضان كان باك ليفت، لعب ترد باك، وكان اسلام الشاطر باك رايت، اسلام الشاطر مش عندنا ست باكات خالص. هما الاثنين لعبوا وعملوا مباراه كويسه جدا، وربنا كرمنا الحمد لله. لكن كلاعيبه حرس الحدود كنتوا نازلين اللقاء ده وانتوا عندكم امل يعني، ما كانش الموضوع حاسين ان هو بعيد، ده نادي الاهلي وصعب ان احنا ناخد منه اللقب؟ والله احنا يعني تواجدنا في بطوله الكونفدراليه، لعبنا بطوله الكونفدراليه كتير جدا قدام جماهير كبيره، سواء الصفاقسي او الافريقي او الترجي، لعبنا مباريات كبيره جدا. فكان يعني المباريات الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي والزمالك بالنسبه لنا كانت مباريات بقت عاديه، وخصوصا ان احنا الحمد لله كنا بنملك ذخيره من اللعيبه يعني كانوا جامدين جدا تم وقتها، كان سواء احمد عيد واحمد عبد الغني وعمرو الدالي واحمد حسن مكي ويعني وكابتن حبيب بسيوني، كان اسماء كلها تقيله، اسماء والهرده وكان مكي ومحمد محمد مكي، فكان اسماء كبيره جدا. فكنا الحمد لله كنا اكتر من ند النادي الاهلي، ان البطوله اللي قبليها كمان كنا مطلعين النادي الاهلي من دور 16 اللي هي بطوله كاس مصر اللي قبليها، كنا مطلعينه في اسكندريه بدور 16 كسبين 1-0 يعني. طيب بكره لقاء هام اكيد جدا، النهائي ما بين الاهلي وما بين الجيش تحت قياده برضو كابتن طارق العشري، تتوقع فرص مين اكبر بكره؟ والله اعتقد يعني نادي الجيش بيملك كتيبه من اللعيبه كويسه جدا، عندهم البديل يعني. المباراه اللي فاتت الكابتن طارق بيطلع عمرو جمال ونزل عمرو مرعي، اثنين فراوده يلعبوا منتخب مصر الاثنين. اكيد نادي الجيش بيمتلك لعيبه محترمه برضو، اللي عندهم لعيبه قادره على ان هي تعمل بطوله الثانيه للمؤسسه العسكريه. فاعتقد نادي الجيش بيملك لعيبه كويسين جدا يقدروا يعملوا مباراه يعني. فانا اعتقد ان الكفه 50-50 مباراه بكره يعني، 50-50 بين النادي الاهلي ونادي الجيش يعني. كابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود نورتنا النهارده في اون سبوت، بشكرك جدا على وجودك معانا.